الراديو دي سناب كان بزاف شركات اللي يعني حبوا يولوا بوستيلا، بصح حنا الوحيدين اللي اختارونا باش نكونوا ضيوف في الجزائر، وهذا شرف لينا على كل حال. وان شاء الله نمثلوا الجزائر والعسل الجزائري في بلدان، ولو ما زالش عندنا تحديات اخرى باش نعملنا كميه كبيره، ما لازم توفر الكميه في الجزائر وفي خارج الجزائر، بصح هذا تحدي ان شاء الله نخدموا عليه ان شاء الله. راديو دي سناب.